يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل. بلدنا عملت فرح في يوم سعيد نادي، بلدنا عملت فرح في يوم سعيد نادي، وخير الجناين خير الجناين طرحوا مع الوادي. انا كل ليكي انا كل ليكي انا انا كل ليكي انا انا كل ليكي انا دمي وروحي فدا. انا كل ليكي انا دمي وروحي فدا. مات يلا لبوا الندى مات يلا لبوا الندى مات يلا يلا لبوا الندى دي بهي متنا دي. مصر حلوة يا مصر أمان، بشتاق ليك في كل مكان. مصر حلوة يا مصر أمان، وبشتاق ليك في كل مكان. سكن قلبي فيه من جوا، سكن قلبي فيه من جوا، أنا اللي عاشقك من زمان. مصر حلوة يا مصر أمان، قلبي ليكي ميال، فيكي بكتب موال. قلبي ليكي والله ميال، فيكي بكتب موال. سبحان الله عالجمال، سبحان الله عالجمال، نفسي اخدك بالاحضان. مصر حلوة يا مصر امان، وغني لك حب وشجن. ربي يحمينا من الفتن، وغني لك بحب وشجن. ربي يحميك من الفتن، عندي انت اغلى وطن، عندي انت اغلى وطن، وشعبك كله إيمان. مصر حلوة يا مصر أمان، إحنا من قلبنا نغني حلاوة آثارك ونيلك. من القلب إحنا نغني لك حلاوة أصارك ونيلك،
من القلب احنا نغني لك حلاوة أصارك ونيلك وسياحة من برا بنجيلك سياحة من برا بنجيلك انت مذكورة في القرآن مصر يا أم يا أحلى عروس بوس ترابك ميت بوسة صدق اللي قال أم الدنيا صدق اللي قال المحروسة محروسة من العين يا بلادي يا سكنة قلبي وفؤادي مصر يا أم يا أحلى عروس بوس ترابك ميت بوسة صدق اللي قال أم الدنيا صدق اللي قال المحروسة محروسة من العين يا بلادي يا سكنة قلبي وفؤادي ربي ذكرك في القرآن خير جنود الأراضي ربي ذكرك في القرآن خير جنود الأراضي يا بلد السيدة والحسين كل الناس الطيبين والأنبياء مروا عليكي محفوظة يا بلدي من العين بك الشعراوي والعقاد أحمد زويل وفؤاد حداد مجدي يعقوب والطهطاوي مليانة يا مصر بالأمجاد يا بلد الخير والمعجزات يا بلد السد والأهرامات يا بلد الخير والمعجزات يا بلد السد والأهرامات والكرنك وحاج شمسون معبد فيلا والملكات جواك القلعة والأزهر معدن شعبك دايما أظهر وحضرتك ليها تاريخ وفرعون العالم أبهر والغايب ليك مشتاق يغني لك حب وأشواق تعيش يا أم الدنيا أنت وطن كل العشاق الله 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 كل سنة وكلنا طيبين والكف الصعيدي بلوكسور منورين عاملين ايه اخباركم ايه كله تمام محمد وسامح ومحارب ووليد وعمار اخر يعني منتهى النور يا بختنا النهاردة طب الاول بقى انا عايز اسأل سؤال احنا لما بنيجي نكتب الكلام بنكتبه على اساس الايه يعني مثلا زي ما احنا بنغني لمصر طب الكلام بيجي الاول ازاي وهل بس بغني لمصر ولا في عندي اكتر من لون لا هو اولا يعني بنرحب الاول بالساده المشاهدين ايوه واحنا سعداء ان احنا متواجدين يعني على قناه القناه الاولى والتلفزيون المصري انت مشرفنا الشرف لينا والله طبعا يعني واول حاجه طبعا القصيده فكره صح اذا وجدت الفكره فهو وجدت القصيده فاحنا طبعا يعني انا بكتب لما بكتب الغنوه اهم حاجه عندي الفكره لاني انا الفكره لو موجوده انا عايز اكتب عن مصر فانا بحب مصر وتراب مصر فانا لازم اكتب عن مصر فخلاص هنا الفكره ان انا مصر مصر فانا ببتدي بقى طب من الحب اللي نابع جوه القلب بقى لمصر ده اللي انا بيخليني بقى اكتب انا عاوز ايه انا يعني مهما اكتب برضو انا مش حوفيها طبعا يعني احنا تراب مصر يعني غالي جدا علينا فاحنا مهما اكتب برضو الكلام ده انا برضو بحسه يعني ولا حاجه في مصر دي برضو لكن في الكف انا اقدر اكتب على اي حاجه اي لون اي لون بنكتب عنه يعني اولا احنا الفن بالنسبه لنا رساله فاحنا الكف عندنا بنناقش فيه قضايا في مجتمعنا يعني دايما نناقش قضايا يعني ممكن يعني على الانترنت نتكلم عن الجواز او الشبكه والمهر نتكلم مثلا عن مصر زي ما احنا غنينا عن مصر حلو. نتكلم عن كوره نتكلم عن رياضه عن اي نشاط او اي حاجه احنا عايزين نتكلم فيها عن طريق الفن الكف حلو جدا عمار بقى انت اللي بتعمل المزيكا ولا بتغني بس والله هو المزيكا دي تراث من زمان من وقت ما بدا فن الكف حلو فهم ان كانوا جربوا كذا اله في الفن الكف ده نفسه فما لقوش اي اله مناسبه غير العود فهم بقى ابتكروا مع بعض يعني زمان على الابيات اللي بيقولوها ولحنوها فاحنا الالحان اللي بنقولها دي الحان تراثيه من تراث الكف يعني الالحان دي ثابته بقالها سنين طويله ولا بنغير فيها شويه لا في اضافات هو احنا الفتره دي بدانا نتطور في من ناحيه فن الكف يعني مثلا بيجيبوا كوبليهات مزيكا صلوهات قديمه بيبنوا عليها ابيات فن الكف
وبيبداوا يجلوها، بيبقى مجموعه من الكفافه بيبقى معاهم اللحن والكلمات، فبيرفعها للفنان والفنان بيبدا بقى يقول على اللحن. حلو جدا حلو جدا. احنا كلنا بدانا مع بعض في نفس الفرقه ولا على فترات بقى؟ تعال نبدا بمحمد. احنا كلنا يا فندم والله اولا تبع وزاره الثقافه. انت من وزاره الثقافه يعني. يعني بدات بقى لك قد ايه؟ انا لي 15 سنه في وزاره الثقافه. الله. بس بطبل انا من عندي 10 سنين. اوكي حلو الطبلة دي شكلها حلو. ربنا يخليك. ومتدهبه وصدف وشغل جميل كده. شكرا يا فندم ربنا يخليك. فانت بتطبل من وانت 10 سنين؟ من انا وعندي 10 سنين. لكن موجود مع الوزاره بقالك 15 سنه. فرقه فنون شعبيه لوكسور بتاعت لوكسور. حلو جدا. سامح بلدياتي. شكرا. انا فرقه النيني الالات الشعبيه هنا في القاهره. بطبل يعني بلعب ايقاع من صغري يعني. يعني اتولدت لقيت. بس انت مواليد القاهره؟ انا قاعد هنا في القاهره. لكن الاصل اسيوطي. هو الاصل اسيوطي وانا قاعد هنا في شبرا يعني. احسن ناس. وشبرا كمان. يا بختك يا بختك. محارب بقالك قد ايه؟ يا هوايتي وانا في ابتدائي. بتفرق كتير قوي مساله انه الواحد يبقى حابب الحكايه من هو لسه عيل صغير. هو دي كانت. هو لسه طفل. هي دي كانت هوايتي وانا حاببها. فبدليل عن كده يمكن ما فلحتش في المدرسه قوي. بسببها. حبيتها بقى كل وقتك ليها. بالظبط. وبرده يعني. طب وده برده من ضمن الحاجات اللي حظنا فيها حلو علشان نشوفك ونسمعك. ربنا يكرم حضرتك. ده انا اللي سعيد بوجودي مع حضرتك النهارده والله. لا والله الساده الزملاء. نورت يا محارب. اقول له احمد محارب يعني ده اهم حاجه عندنا. وليد اتفضل. بقالك قد ايه معانا؟ والله هو انا يعني بدايه الكف انا كنت عاشق للكف من انا وصغير. كان عندنا طبعا الفنان الراحل عليه رحمه الله طبعا مش من اشهر فنانين الكف الفنان رشاد عبد العال طبعا يعني، وكان الفنان محمد ابو درويش. فكان في يعني عمالقه فن الكف دول في الصعيد. صح. فدول بقى اللي احنا اتعلمنا منهم يعني. يعني هم اساسا يعني يعتبروا المدرسه بتاعتنا احنا. طلعنا لقينا الناس يعني الفنانين كبار دول عليهم رحمه الله جميعا هم اللي بيغنوا يعني. مثلا الفنان ربيع البركه فدول كلهم احنا اتعلمنا منهم. كانوا يعني يحضروا في افراح عندنا فاحنا كنا بنبقى مدعوين في الافراح احنا وصغيرين يعني. فكنا نروح الافراح بقى ونتفرج على المطربين والفنانين. فكل مجموعه في كل قريه بتروح تقف قدام الفنان بيبقى ليه دور بقى اللي بيحجز بقى الدور الاول ده صاحب الفرح او العريس وحبايبه يعني. فالدور الثاني بقى فكل دور بيتراوح من ثلث ساعه لنص ساعه في الكف في القرى. لان ممكن يبقى مثلا 10 ادوار او 8 ادوار على حسب مساحه الليله بقى. فكل مجموعه جايه يعني معاها فن يعني هو فن ارتجال في الاول. صح. فهو الفنان برضه بيفاجئ بالكوبليه اللي هو يعني بيقوله له الكفاف ويتفاجئ بيه على المسرح. هو ما يعرفش اي حاجه ما يعرفش ان ده هيقول ايه قدامه. بما ان بقى الدنيا اعياد يبقى في جواز وشبكه وحواديت. بالزبط. عايزين نسمع حاجه على الجواز والشبكه. تمام. ايه رايكم؟ مفيش مشكله نسمع حاجه. وراء الكفاف مفيش مشكله. انا اقول في اي حاجه. يلا يلا بينا. بنيت المهر علي.
واحنا بناكلها بتقدر. يلا عملونا برجة، ليه بتعملونا بدقة؟ يلا عملونا برجة، وأول عايزين الشبكة، أول عايزين الشبكة. نصيحة ليكم أقدمها بخصوص النت والإيميلات، تسمحوا لي ممكن يا بنات نتكلم في شوية حاجات، والنصيحة ليكم أقدمها بخصوص النت والإيميلات. واللي بيحصل فعلا بحرام على تويتر وإنستجرام، حتى صوركم مالية البيس وعايشين في قصص الغرام، والشاب يغويك بجهلك، حرام عليك سمعة أهلك، أجي يضحك عليك بكرة ياجي ليستهلك، هيتقدم يطلب إيدك وبحب وماله هيزيدك، وما تحاولش تلعب بالنار لحسن النار تاكل إيدك، قولك عايز أشوفك بلاش تداري في كسوفك، هو يقول لك عايز اشوفك بلاش تداري في كسوفك، ويديك 5 جنيه ونظرات الغدر في عينيه، وسيرتك على كل لسان والحق عليك مش عليه، من عنوانه يبان الجواب، ما تزعلوش مني يا شباب، بنات الناس مش لعبة، واللي بيحب يدق الله 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 الله. بس هم البنات اللي بيغلوا المهور، ولا ابهاتهم اللي بيغلوا المهور ويطلعوا عنين العرسان بالذمه؟ والله احنا والله هو ده موضوع احنا بنناقشه يعني في الصعيد عموما. يعني انا قبل كده كنت كاتب حاجه عنها، يعني انا قصيده بالنسبه لي، يعني هو عن المهر وعلى الشبكه. يعني طب ما تقولها لي. طب اولا كانت القصيده بتقول لو رحت تتقدم وتخطب، الام عماله بتطلب، تفضل تقول لك هات وهات وحيلك مش قادر تصلب، والحكايه كلها تعقيد وما فيش حاجه معاها تفيد، والبنت سنها في العشرين وعلى الثلاثين عمال بيزيد، قطر الجواز بيعديها ولا انت ناويه تخليها؟ يا ام البنات مشي الامور واطلبي حاجات على قديها، شاب مش حيلته غلبان بيسد باب تفتح له بيبان، وزي ما عندك انت بنات عندك برضو اكيد صبيان، وبلاش نوقف على الوحدة وتبقى القلوب وحشة وجاحدة، الله يرحم ايام زمان كان الوبور بعين واحدة، كنا عايشين مبسوطين والأوضة مسقوفة بالطين، دولك الجواز اصبح سلعة وشروط ياما فيه حاطين، عاوزين شبكة وأوضة نوم، واحنا علينا يا مهموم، وكله اصبح بيعاني وبنقضيه بالعافيه اليوم، خلوا الشباب يعرف يعيش، وكمان بلاش منه النيش، والانتريه هي السفره وغير حصيره ما تفرشيش، خدي كلامي واسمعيني وقولي وليد بيوصيني، خدي كلامي واسمعيني وقولي وليد بيوصيني، هاتي حلتين بس استلس وبلاش من طقم الصيني، تعالوا نمشي بالاصول ونخلي الكلام يكون معقول على الشريعة وعلى السنة، ونتبع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبلاش من قولة هات وهات، وبدل العصير بلي شربات، لو كان كلامي جاب فايدة سمعونا زغروتها يا بنات، سمعونا زغروتها يا بنات. فلتوا زغرد البنات جميعا، مفيش ولا بنت في الاستوديو. بس هنا بقى يعني الواحد يقعد يفكر برضه، ما هو هيجي النهارده حد يجي يقول لوليد، طب يا وليد انت كتبت القصيده دي جميله وهنغنيها وامي تفل، ولما يبقى عندك بنت هتيجي تقول لا اصلها مش مشكله المهر والشبكه، بدل الذهب هنجيب فضه وهنفرش الحصيره. طب هو حاليا يعني في مبادرات حاليا في الصعيد في محافظه الاقصر او في الطوط عموما، يعني منطقه اسمها الطوط في الاقصر، يعني في ناس بدات في المبادره يعني خففوا المهر والشبكه بقت فضه، يعني
لا يا شيخ بعض المناطق في والله كويس يعني ابتدت المبادرات في تخفيف الشبكه والمهر يعني احنا يعني احنا برضه بنناشد الاهالي يعني والناس الكل يعني التيسير حلو يعني للشباب يعني خصوصا الشباب يعني طبعا شقيان وتعبان فهو يعني جاي يتقدم وجاي يخطب فهو يعني اللي بيحب له واحده عايز يتجوزها فهو رايح فهو بيفاجئ بقى بالمهر بقى عايزين 19 مرتبه و15 بطانيه فعلا يعني ونيش على حد جاب الحاجه بالنيش ده, ده حاجات المطبخ لوحدها والفرش والفوط والكلام ده بتعدي مثلا نص مليون جنيه في الصعيد حاليا وطقم الصيني محدش بيلمسه اصلا بيقعد في النيش كده والجيلي طقم الجيلي جيلي ايه في حد لسه بيعمل جيلي استاذنكم في فاصل ونرجع نكمل الغنى والكلام العيد فرحة وهل علينا ولبسنا جديد في جديد العيد فرحة وهل علينا ولبسنا جديد في جديد أهل وأحباب طب هنينا ونبارك بقدوم العيد والبيت استقبل زواره الزرع يفتح أزهاره والبيت استقبل زواره والجاري عيد على جاره الجاري عيد على جاره كله فرحا وسعيد بقدوم العيد انسى الجرح وانسى امبارح ويا بختي كل اللي تسامح انسى الجرح وانسى امبارح ويا بختي كل اللي تسامح ونرجع مع بعض ونتصالح نرجع مع بعض ونتصالح وتاجي الايد في الايد العيد سعيد أطفال تصحى من الفجرية ويا جو ياخدوا العيدية أطفال تصحى من العصرية ويا جو ياخدوا العيدية ونقدم ليهم هدية ونقدم ليهم هدية شموع الفرحة بتزيد بقدوم العيد ونقدم فيه التهاني وتبقى بهجة وأغاني ونقدم فيه التهاني
وتبقى بهجة وأغاني، والكحك بيملى الصواني، والكحك بيملى الصواني لما يقولوا بكرة العين وجانا العين. ولما بياجي العيد نتلم، ننسى الحزن وننسى الهم، ونقضيها ضحك وهيصة وياي الخال وياي العم. لما بياجي العيد نتلم، ننسى الحزن وننسى الهم، ونقضيها ضحك وهيصة وياي الخال وياي العم. واللي مسافر يرجع ياي، كله بيبقى سعيد وراضي، كل الناس من الفرح تطير، والخير يملى كل بلاده. نقوم بسرعة نصلي، وبالتكبير أصواتنا نعلي، ولأطفالنا نصبح قدوة، نرجع أيامنا الحلوة. نطلع برا نروح نتفسح، نسمع مزيكا وغنوة، ونجري ونملى الدنيا سعادة، تيجي معانا الفرحة زيادة. ونملى الدنيا سعادة، ونروح من فرحة زيادة، والأحبابنا نروح وناجي، أصلع يدنا دي عبادة. والأحبابنا نروح وناجي، أصلع يدنا دي عبادة. كله بياجي يسأل عني، ونبارك للناس ونهني، صحية الدنيا لحد الصبح، والأفضل تفرح وتغني. صحية الدنيا لحد الصبح، والأطفال تفرح وتغني. نستقبل الناس بهمة، تبقى فرحة جميلة وحلوة. نستقبل الناس بهمة، تبقى جميلة وحلوة اللمة. ونشوف الرايح والجاي، ونزور الخالة والعمة. نجري بسرعة نقوم قوام، تبقى الدنيا برا زحام. نجري بسرعة قوام وقوام، تبقى الدنيا برا زحام. والفرحة تملى كل مكان، ونقرب صلة الأرحام. ويغني غنانا الطير، والعيد عندينا حاجة غير. مصر بلدنا فيها أمان، وكل عام وانتم بخير. عظمة على عظمة على عظمة. طب أنا سؤال بقى عندي عمار، يعني وإحنا بنتكلم دلوقتي أنا وليد، فاتفقنا أو يعني وليد شرح لي أنه الكلام والقصايد بتبقى متطورة على حسب الظروف وحسب الأحداث والزمن. في المزيكا أنت قلت لي هي مزيكا تراثية ومتوارثة بقالها أجيال طويلة، لكن ممكن تغير فيها حاجة، ممكن تعدل فيها حاجة، ممكن تطور فيها حاجة؟ أكيد متاح. يعني زي إيه مثلا؟ توضيح أكتر. تقدر تغير في المزيكا لحد فين؟ يعني هل ممكن تروح مستبدل العود بآلة تانية؟ اوكي، من ناحية الآلة ها مثلا، هو ممكن يعني هو حاليا ماشي بيبقى اورج، ماشي الاورج، بس هو يستحسن ويفضل فن الكف العود. اوكي، ده احنا طلعنا الجنا كده، الجنا عود ما لقيناش غير كده. بعد كده بدأ لما حبوا يطوروا بقى، والموضوع بيجي ماشي افضل، يعني اللي هو الأورج، وبيبقى فيه هو إيقاعات منه، فيه بتسمى حاجة اسمها رزم عندنا، ماشي، ما بيبقاش معاه عازف طبلة وعازف دهلة وعازف دف وكده، لا بتبقى إيقاعاته منه فيه، وبيبدأ يغني الكف على الأورج. طب هل من الممكن جنب العود يبقى فيه حاجة تانية؟ ممكن، آه طبعا ممكن، آه ممكن أي حاجة. كل الآلات عامة بترتب على سلم الموسيقى طبعا، يبقى معاه ممكن كمانجة كولا او ناي او اورج او قانون، اي اله. يعني مش عايز الاورج، بس تعالى تسالني انا اقول لك لا اورج لا، يعني عود ماشي، كولا ماشي، مزمار ماشي، ارغول ماشي، ناي كي. يعني خليني عربي عربي زي ما هو. حتى لو كان الاورج شغال ما مش عايزه، يعني لانه ليه صوت مش بتاعي برضه. أيوه. انتوا رايكم معايا ولا ما هو ولا انا قاعد بفتي ولا ايه بعمل؟ لا لا، هو بالفعل هو حضرتك اولا يعني الاورج فن شرقي، يعني بيستخدموه في الفن الشرقي. احنا عندنا كفن شعبي المتاح عندنا في الالات الموسيقيه الناي والكوله، العود، الربابه، المزمار،
فكل الآلات دي بتستخدم معنا. اللي ممكن برضو بنستخدم برضو الجيتار في بعض الحفلات كالمراكب السياحية في الصعيد والفنادق السياحية للزبائن الأجانب. والله ولا عايز الجيتار، أنا معايا العود. لا هو إحنا يعني حاليا الوقت أو ربابة، أنا ماشي معايا الربابة. ما هو إحنا بنرتاح للآلات الشعبية دي طبعا، للمزمار والربابة والناي والعود، الحاجات دي. الكمان ممكن برضو، إحنا بنحب الكمان يعني كمانجة. ما الأجانب شبعانين جيتار وكمان وبتعمل، هم يسمعوا الحاجة بتاعتهم. ما هو إحنا عندنا بيبقى فيه مثلا في الأقصر في الفنادق بتقدم فقرات فنية متعددة يعني. ممكن فن الكف بيبقى فقره، تخت شرقي بيبقى فقره، ماشي، تنوره، ربابه، تمام، فنون شعبيه بقى اللي هي بقى فنون شعبيه واستعراضيه بقى، دي برضو بتبقى فقرات. وفي في الصعيد كمان حاليا في بنات تنوره يا شيخ. بنات، انا عمري ما اعرف ان التنوره فيها بنات. لا في بنات، عمرنا التنوره فنانين ولاد، تمام شباب. لا في بنات تنوره في الصعيد كمان يعني، ده من الجديد كمان يعني. ده مش موجود في القاهره، موجود في الصعيد. لا وكمان يعني البنات التنوره دي اشتغلوا في دبي والامارات دايما، ولسه في مجموعه منهم لسه راجع من دبي يعني. ويستحملوا جهد التنوره ده كله؟ بيستحملوا. التنوره مجهده جدا، وهم متدربين كويس عليها، ان هو في تدريب قبل الشغل طبعا، وهم يعني التمكن بيخليهم بقى خلاص يمارسوا الحاجه دي ببساطه. طبعا. فهو الفن يعني الصعيد نفسه يعني، وبالذات عندنا في الأقصر يعني عشان خاطر ان هي منطقه سياحيه وبلد سياحيه، فاحنا لازم بيبقى عندنا جميع الالوان الفنيه. صح. حتى الفن النوبي. طيب تعالوا نسمع نوبي. نسمع يلا نوبي. يلا بينا. هات النوبي عندك، هات النوبي. يا ليل وغزلان الخلي في الصيد ولا بيتغشين، اخذ جوز كلاي وفي فؤادي خشين، وصياد هن عنيد ضبط السلاح ومنشين، وجفنا منه في غابة القرنفل خشين، يا ليل يا ليل. الليلة غاب محبوبي يا اهلي يا ناسي، يا اهلي يا ناسي، بنعدي نجوم الليل ونار الفراق قاسي. الليل الليلة الليلة الليلة. Thank you.
شامخا شامخا متحديا ألم الرحيل ألم الرحيل ها يلا ونسيكو ونسيك الليكو ايكاهو كويانا قمر الروسي لوكو لورزتين لوكو نوكو نوكو نوكينا كاركبري موركينا ايوكا كيوني كبياني كيوني استنبو موركينا ايتنبو موركينا يلا ونسيكو يلا ونسيك الليكو يلا ايكاهو كويانا Kamara rusi logo, lurziti no logo, nogo nogo no kena, karanga biri murkena, ayoka kayuni, kabyani kayuni, estangu murkena, etangu murkena, yalla. حلو 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 حلو. يفضل لي حاجة واحدة. الأغنية بتتكلم عن إيه بقى؟ هو اول مش عليا بس ده عشان مش عارف اللغه النوبيه اساسا هي فيها بعض اللي فيها شويه حاجات عربي عارفها بس مش نوبي نوبي هو الموال اللي هو الاول في العربي اما الغنوه الثانيه دي نوبي فطبعا اللغه النوبيه ما لهاش ترجمه غيرهم هم اللي بيعرفوا يترجموها النوبيين بس لكن نبقى فاهمين يعني السياق العام السياق العام هو بيتكلم عن قصه حب حلو يعني بيبقى فيها قصه حب بقى دراميه بين شاب وبنت وولد كده يعني مش عايز ابقى برهقكم بس يعني انت عارف اللي هو لما بتلاقي الحاجه الحلوه عارف الواحد اللي صايم احنا كنا صايمين بقى طبعا فهتلاقي نفسك داخل كده ايه مش على الفطار على السحور بقلب يعني الناصح ما يتقلش في الفطار طبعا الناصح يخش على السحور بقى يبقى فانا بالنسبه لي اللي هو لقيت كده ترابيزه مليانه مزيكا وفن وغنى وناس زي الفل فانا اخر انبساط اخر انسجام محدش عاد بيستخدم كلمه انسجام دي غيري غالبا برضه لا احنا برضه متابعين حضرتك يعني وبنحب البرامج بتاع البرنامج بتاع حضرتك والله ده اللي بحبكم جدا والله ده احنا بنحبك جدا جدا يعني احنا لينا الشرف ان احنا نكون العفو 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 انتم مشرفينا وكفايه انكم يعني نورتونا وجيتوا لنا فانا سوف انقشع كما ينقشع الضباب فيعني هتكل انا على الله انا هختم وكل حاجه اعتبروني خلاص كده خلصت بس انا عايز اسيب انه واحنا بقى الختام بتاعنا ان انا اسمعكم التاسع يا عمر ايه ده تعمل حاجه للتاسع احنا عرضناها قبل كده وهنعملها تاني لا بقى ده ايه ده ده ايه ده الفتوح اللي انا فيه ده خش بقى بقلب جامد لا انت حلقه وشهره واسعه وطلبتكم من عيني حلقة وشهرة واسعة وطلبتكم من عيني وبرنامج التاسعة مع يوسف الحسيني حبايبي من الفرحة يطيروا حبايبي من الفرحة يطيروا
والعوازل بدأوا يغيروا حبايبي من الفرحة يطيروا والعوازل بدأوا يغيروا وفي مبنى كمان مسبيروا وهنا في مبنى مسبيروا على الأولى هتلاقيني كل جديد وحصري معانا الفن العصري هنا كل جديد وحصري معانا الفن العصري وفي التلفزيون المصري وفي التلفزيون المصري الفن بيناديني أنا والأستاذ يوسف سوا معاكم نلاقوا الدواء أنا والأستاذ يوسف سوا معاكم نلاقي الدواء أدينا طلعنا على الهوى أدينا طلعنا على الهوى وبدع يا ربي نجيني بالحسيني بدون زعل وإحراج نصور ونعمل مونتاج بدون زعل وإحراج نصور ونعمل مونتاج وبنشكر الإخراج وبنشكر الإخراج والكاميرا بتلغيني مع يوسف الحسيني